اسمعوا كلماتي كتير منيح. كل واحد منا بيقدر يقتل يلي بيحبه. في مين بيعمل هذا الشي بنظرة من عينه، وفي منهم بكلمات المجاملة يلي بيقولوها. يلي بيخافوا كتير بيقتلوا حبيبهم ببوسة، أما الجريئين بيقتلوا بسيوفهم المسنونة. في منهم بيقتلوا يلي بيحبوه هو شاب صغير، وفي منهم بيقتلوا هو عجوز. في منهم بيقتلوا ايديهم مليانة شهوة، وفي منهم بيقتلوا بايديهم التنتين. الشخص الرحيم بيستخدم السكين، لأنه يلي بيموت بسكين بيبرد بسرعة. في منهم الحب تبعهم طويل، ومنهم بيكون قصير. في منهم بيبيعوا، وفي منهم بيشتروا. في منهم بتدمع عيونهم وهن عم يقتلوا، وفي منهم بيقتلوا وما بيرفلن جفن. كل واحد منا بيقدر يقتل يلي بيحبه، بس بالأخير مو كل واحد بينقتل بيموت.